خاتم عجيب حباه الله نبيه سليمان عليه السلام وسخر له بواسطته ما لم يسخره لغيره. يقال أن الخاتم كان مفتاح سيطرة النبي سليمان على العالم وعلى كل الموجودات، الإنس والجن والشياطين والطير وحتى الريح التي كانت تنقله إلى أي أطراف الدنيا شاء. الخاتم الأعظم للنبي سليمان عليه السلام سيكون بحوزة الإمام المهدي عجل الله فرجه حين يظهر، وليس هذا فحسب، بل عصا موسى أيضاً ذات القدرة الخارقة التي تأتي بالعجب العجاب، التي كانت سبباً في تحويل سحرة فرعون إلى مؤمنين صادقين، والتي اكتسبت القدرة الخارقة لتلقف ما يأفك الآخرون وما يكيدون. قال الإمام الباقر عليه السلام في حديث له: إذا ظهر القائم عليه السلام ظهر براية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخاتم سليمان عليه السلام وحجر موسى عليه السلام وعصاه. خاتم سليمان وعصا موسى، برأيكم ماذا سيحدث والإمام المهدي يمتلكها؟ هذه الإمكانيات الهائلة وغيرها مسخرة إلهياً لخدمة الغايات الكبرى التي كلف الإمام المهدي عجل الله فرجه بتحقيقها، من القضاء على أئمة الضلالة ورفع حكمهم الجائر وإلغائه من الأرض، وإقامة دولة العدل الإلهي، دولة آل محمد التي يشمل سلطانها كافة بقاع الكرة الأرضية، لكي تمتلئ الأرض بالقسط والعدل ويحصل الرخاء التام لكل أبناء الجنس البشري.